بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. موسم سقوط الأقنعة، النهاردة حلقة الحلقة كلها بالكامل الحقيقة من أولها لأخرها هنتكلم فيها عن سقوط الأقنعة والتدليس والزيف اللي احنا شايفينه خلال هذه الفترة. من يومين ثلاثة قلت لحضراتكم ان احنا خسرنا في الطايرة رجال دوري وكاس، وامبارح ولا اول امبارح خسرنا في امبارح خسرنا في السيدات كاس السيدات، وبالتالي لما جيت اتكلم مع حضراتكم الناس محسسانا، هناك البعض محسسنا ان النادي الاهلي خسر كل حاجة. وريت لحضراتكم اول امبارح ان النادي الاهلي خد 14 بطولة، 14 بطولة في ألعاب الصالات وخسر ثلاثة، الاثنين بتوع الطايرة رجال والواحدة بتاعت السيدات، بس هو ده اللي خسره النادي الأهلي. ولسه هل ده معناه إن مفيش هناك مشاكل؟ في مشاكل وهتتحل إن شاء الله، ده الطبيعي أو ده اللي إحنا دايما بننظر ليه كنادي أهلي أو اللي النادي الأهلي بينظر ليه. طب خليني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. تخيل حضراتكم الفرحة اللي الناس بتفرحها، من حق كل حد يفرح طبعا، ولكن في موسم شبه إعجازي، تخيل حضرتك أن النادي الأهلي منذ إنشائه حتى الآن أو في الطايرة سيدات 35 بطولة. النادي الزمالك كام بطولة في السيدات؟ يعني واحد، بطولة واحدة، 35 بطولة قصاد بطولة واحدة. فمش عايز حضراتكم تقولوا ان احنا بندافع وبنطبل لا خالص، مش ده، مش هي دي الحقيقة. الحقيقة ان احنا عندنا مشاكل في الكرة الطايرة، في مشاكل هتتحل زي ما اتحلت في الهاند بول قبل كده، ولكن الناس محسسانا ان الاهلي 35 بطولة في السيدات والزمالك بطولة واحدة. واحدة، مفيش غيرها. طيب، أنا بس حبيت إن أنا أبدأ مع حضراتكم هذا الكلام ليه؟ لأنه هناك حقائق غير يعني مش واضحة خالص للناس.